بين شبوة والمحافظات الأخرى يتنقل المريض كل مرة إلى محافظة، ليس للسياحة ولا للتعليم بل للعلاج وإجراء فحوصات روتينية، لكن أكثرها تلك التحاليل التي كانت تتعلق بالكشف عن مرضى السرطان. حقيقة المختبر ذل الكثير من بعض الصعوبات التي كان يواجهها المواطن. توفيره الأجهزة الحديثة هذا الذي يمتلكها الآن، الأجهزة أجهزة السي بي سي وأجهزة الفيروسات، فكان المواطن يقطع مسافات من أجل يحصل على فحص يعني من هذه الفحوصات. وهنا يجدر بنا الحديث عن مركز علاج الأورام السرطانية في شبوة، حيث استحدث بداخله قسم مختبرات للكشف وعلاج الأورام بأحدث الأجهزة في عاصمة المحافظة عتق، وهو ما خفف عن المرضى كثيرا رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المركز والمختبرات والمتمثلة في عدم صرف الموازنة التشغيلية. لدينا الكثير أيضا من المعوقات والصعوبات ونحتاج إلى المزيد من الدعم، فلحد الآن لا يوجد موازنة تشغيلية مستمرة لهذه الوحدة، وقد مضت أكثر من 9 شهور والكادر في المركز بدون رواتب. تكمن أهمية مختبر وحدة علاج الأورام بأنه الأول من نوعه في المحافظة، ويحتوي على أجهزة حديثة تختص بعمل فحوصات الهرمونات والفيروسات والأورام السرطانية وغيرها، حيث أصبح المختبر متاحاً أمام المرضى للكشف وإجراء الفحوص. طبعاً نعملها للمرضى بأقل تكلفة الغير مصابين بسرطان، أما مرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي ومرضى حمى الضنك احنا نعمل لهم فحوصات بالمجان، وجاهدين ونسعى مع مكتب الصحة في مكافحة ومحاربة حمى الضنك تخفيف معاناة المرضى وتسهيل لهم أمور العلاج. لم تقتصر خدمات مختبر وحدة الأورام على مرضى السرطان فحسب، بل وشمل أيضا مرضى حمى الضنك، الوباء الذي يتزايد هذه الأيام في عدد من مديريات شبوة، ليتم إجراء الفحوصات مجانا كمبادرة إنسانية بالإضافة إلى مبالغ رمزية مقابل تحاليل للمرضى الآخرين، يعود ريعها لصالح مركز السرطان بصورة كاملة. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.